ضمن ورشة خياطة صغيرة ووفق معايير مدروسة، بدأنا متطوعات في مركز مزايا بخياطة وإنتاج الكمامات، إحدى وسائل الوقاية من فيروس كورونا. إطلاق ورشة الخياطة هذه في ريف إدلب جاء مع تزايد المخاوف من الوباء وفي ظل قلة الكمامات وغلاء أسعارها. الهدف مو ربحي أبدا، الهدف هو لمساعدة المواطنين في المخيمات العشوائية. في نحن بنعمل تقريبا من 100 ل 150، احيانا بنجمعه لحتى يصير العدد يعني بحدود ال 500 كمامه، نطلع المخيمات العشوائيه بنوزعهن على المواطنين. وفاء ومريم متطوعات في مركز مزايا، يقمن بايصال الكمامات الى النازحين مع محاضرات مختصره تشرح طرق الوقايه من الفيروس. تخصيص المركز إنتاجه ومحاضراته للنازحين سببه انعدام الخدمات في المخيمات العشوائية، ما يجعل قاطنيها الحلقة الأضعف في الوقاية من الوباء. إجا اليوم الأخوة الله يعطيهم العافية ووزعوا لنا كمامات، بس نحن بحاجة لأكثر من كمامات، نحن بحاجة لأدوية مشان الوقاية من المرض، من مرض الكورونا ومن أي مرض تاني، وبحاجة لدعم من غزانات المي. نحن بنعاني من مي كتير، تلوث مياه. نحن بحاجة منظفات، بحاجة دعم للغذاء، بحاجة دعم للمي، مي نظيفي. رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز مزايا ومؤسسات محلية أخرى في ريف إدلب بهدف تمكين المجتمع للوقاية من وباء كورونا، تبقى جميعها مبادرات تطوعية بإمكانيات محلية تنتظر تدخلاً أممياً من منظمات عالمية. تعتبر الكمامات إحدى وسائل الوقاية من فيروس كورونا، والتي يسعى مركز مزايا لتأمينها للنازحين، لكن احتياجات النازحين في هذه المخيمات تتعدى الكمامات إلى المنظفات وحملات التعقيم، والتي ينتظرها الكثير من النازحين. من أحد مخيمات النزوح بريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم.